لما اندلعت الثورة التحريرية ظهرت المعادن الحقيقية للرجال، حيث ترك أبناء الجزائر الحقيقيين أملاكهم وأبنائهم ليتجندوا لتحرير بلادهم من نير الاستعمار الفرنسي، وهو حال المجاهد المرحوم جلول مرسالي ابن منطقة جندل بعين الدفلة، حيث ولد في عام 1936. رغم تعليمه البسيط كأغلب الجزائريين في الكتاب، ورغم شدة الفقر الذي كان يعانيه كأغلب مواطنيه، إلا أن ذلك لم يكن حائلا دون الالتحاق بإخوانه المجاهدين بالمنطقة الأولى الولاية الرابعة، حيث ساهم مع رفاقه الأبطال في تلقين المستعمر أكبر الهزائم في جبال سيدي رابح وعين الدم وغيرهما، إلا أن طلع فجر الحرية في 5 مارس 1962. خدمة الوطن والذود عن حياضه لم تتوقف عند المجاهد المرحوم جلول مرسالية، حيث تابع مساره في الجيش الوطني الشعبي مساهما في كل وقائعه المفصلية مثل حرب الحدود والحرب العربية الإسرائيلية، حيث كانت له أيادي بيضاء في معركة قناة السويس ضمن الفرقة 8 المدرعة في حرب أكتوبر 1973 دفاعا عن الأراضي العربية ورد الجميل للدول التي ساندت ثورتها التحريرية. جلول مرسي لم يكتب مذكرته قبل الالتحاق بالرفيق الأعلى بمستشفى عين النعجة عام 2006، لكن نضاله وجهوده المخلصة في خدمة وطن والدفاع عنها تبقى راسخة عند رفاقه وأبنائه ومحفوظة في سجل الخالدين.